نعاودكم المشكل ديالي. المشكل ديالي هي الخيانة الزوجية. الخيانة الزوجية مهم، الظروف هي اللي خلاتني انا نوصل لهاد هاد المواصفات هادو. انا ما كنتش زعما ما كنتش ناويهم يوقعوا ليا. انا كنت عايشه في دار راجلي، كنت عايشه زعما مزيانه، واكله شاربه، كنت كتيفط لي مصروف، ما كانش خصني حتى شي حاجه. من بعد قالت له الوالده ديالي ما تكريلهاش، هودها عندي. فاش هودتني امي لعندها، طمع فيا راجل الام، ما نقدرش نجلس تما. انا ما نقدرش نجلس، طمع فيا يديك فاش كتخرج هي كيجي انا يدق عليا، ما نقدرش نجلس تما. بقيت كنشوف جمعت حوايجي، غير اللي كنلبس، ما حوايجي الاخرين داوهم لي. جيت كريت فتيسه، هي ديك فاش كريت فتيسه بقيت بالجوع، ما لقيت ما ناكل ما نشرب، ما عندي لا باش نتحرك لا باش ما عندي حتى حاجه. تلاقيت مع واحد السيد، انا حسابني في الاول غيعاوني وكل شيء، ديك ساعات انا كنت مجوجه. ساعات داك السيد ما عاونيش، كان باغي غير تكرفص عليا، تكرفص غير عليا، بسببه انا تشديت في الحبس. عطوني 4 شهور، دوز شهرين حيدوها لي هي هذيك. من بعد راحت مشيت عند امي جلاتني، مشيت عند عماتي جلاوني، مشيت عند با سيدي جلاوني. عندما ما مشيت كيجلوني، ما بغاوش يدخلوني. منين دوزت الحبس ندمت، تكرهت على داك النهار اللي خلاقيت فيه واللي وقع لي المشكل واللي دوزته. ما كرهش نقتل راسي، غير البنات هما اللي كيصبروني باش ما نديرش شي حوايج في راسي اللي ما نقتلش راسي. المهم حالتي اخوتي انتم كتشوفوها، كلشي نكرني، حتى شي واحد ما بغى يدخلني، كلشي لاحني، لاحوني مباشره للزنقه. هي دي قلبت على خدمه، من بعد باش نمشي نخدم عند واحد السيد هنايا في الفيرما، حتى هو طمع فيا، طمعوا فيا شي ناس بزاف بهم، طمعوا فيا، كانوا غير تكرفصوا بيا، راه غير رجليا اللي هربوني. انا كنصح العيالات، كنصحهم بزاف، ما يغلطوش بحال اللي غلطت هنا، غير ندموا، غير نكرهم والديهم، غير يلوحوهم بزاف الحوايج، غادي يتكرهوا في حياتهم على اللي مشاو وداروا هذا الشيء. انا راه ندمانه ومكرهه لحد الان، مكرهه في حياتي. اش غنقول لكم اخوتي، انا سخفت بقوت، ما كناكل ما كنشرب، ما عندي حتى حاجه، انتم كتشوفوا الا الماء. انا كنطلب من خوتي المغاربه يعاونوني، لا في سبيل الله يعاونوني، باش ما بغاو يعاونوني، ما يخليونيش مكرفصه، ما يخليونيش مليوحه في الزنقه، راني غير مسلمه.